إن فلسطين حية وهي تواصل جهادها وستستطيع بعون الله في النهاية أن تهزم العدو الخبيث. القدس الشريف وفلسطين كل فلسطين هي للشعب الفلسطيني وستعود إليهم إن شاء الله، فما ذلك على الله بعزيز. إن الحكومات والشعوب المسلمة بأجمعها تتحمل إزاء القضية الفلسطينية واجبا وعليها مسؤولية، لكن محور هذه المجاهدة هم الفلسطينيون أنفسهم. أعداء وحدة الفلسطينيين هم الكيان الصهيوني وأمريكا وبعض القوى السياسية الأخرى، ولكن هذه الوحدة إن لم تتصدع من داخل المجتمع الفلسطيني فإن الأعداء الخارجيين سوف لن يكونوا قادرين على فعل شيء.